وحول موضوع الخبر ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب الصحفي الأستاذ محمد السيد. سيد محمد، مجددا الرئيس السوداني عمر البشير يقول إن السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية منطقة حلايب، ما دلالة ذلك؟ أهلا بكم السادة المشاهدين. بداية، هذا الملف حلايب وشلاتين ليس جديدا علينا منذ أكثر من عامين، وحاول الرئيس البشير أن يستغل هذا الملف وقال أنه سيذهب إلى مجلس الأمن، لكن لكي يتم حل هذه القضية لابد أن الطرف الآخر وهو مصر أن توافق على الذهاب لمجلس الأمن لإيجاد حل لهذه المشكلة. لكن الرئيس بشير عاد اليوم وبعد الاتفاقات التي حدثت بينه وبين قائد الانقلاب في يوليو الماضي ونفذت مجموعة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، عاد مرة أخرى تحدث عن حلايب وشلاتين. يستند في هذا الامر الى اتفاقيه عام 1899 والتي حددت الحدود الدوليه، وهي كل ما هو شمال خط عرض 22 فهو اما ما يستند الى الاتفاقيه التي وافق عليها الاحتلال السلطاني سنه 1902 والتي اعطى السودان حقيه في اداره اقليم مثلث حلايب وشلاتين. فاقليم حلايب وشلاتين حتى الان مجموعه القبائل التي تعيش فيه حوالي 3 قبائل مساحته 20 كيلومتر مربع، له خصوصيه ان هذه القبائل تنتمي الى الكثير، يعني في جذورها تنتمي الى السوداني، الى الشعب السوداني. ولكن الشعب المصري، الحكومه المصريه ارادت ان تاخذ هذا المنحى في انها تستولي عليه سياسيا بالتعيين نائب لها هذا حلايب وشلاتين في البرلمان المصري، وهذا لن تؤدي الى حل المشكله. لابد من جلوس طرفين على دون طرف ثالث حل في المشكله بين مصر والسودان، هو اكثر من توافق لانهما كانوا شعبا واحد كانوا تحت اماره. لابد من جلوس الطرفين على مائدة تفاوض واحدة سيد محمد، ولكن ماذا عن التوقيت؟ جاء التوقيت، ماذا عن التوقيت الذي جاء فيه التصريح جاء رغم تحسن العلاقات نسبيا خلال الفترة الأخيرة بين مصر والسودان. تحريك هذا الملف يأتي في أكثر من اتجاه. إذا كان هناك بعض الأخبار تقول أن عبد الفتاح السيسي يريد الاستخدام المعارضة ضد النظام السوداني، وفي أكثر من مرة تم القبض على عدد كبير من الجنود المصريين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب جنوب السودان، وعدد أيضا واستضافة مصر عدد من المقاومة الموجودة في دارفور كانت أيضا مقيمة على أرض مصر. يبدو أن الحكومة السودانية قد وجدت هناك أدلة جديدة ضد الحكومه المصريه، فارادت ان تضغط مره اخرى لكي تضع حدا لهذه التطورات التي تحدث في الاراضي السودانيه والتدخلات التي تحدث من جانب الحكومه المصريه من ان لاخر وينفيها الجانب المصري دائما، حتى ان في بعض الحالات ان الجانب السوداني قام بتصوير هذه الاليات وعدد من الجنود الذين شاركوا في الحرب مع جنوب السودان. طيب، ماذا عن تقييمك فيما يخص اللعب يعني مصر او الاليات التي تستخدمها مصر لحل هذه الاشكاليات؟ للاسف مصر لا تستطيع الذهاب الى مجلس الامن لان لا يوجد لديها حتى هذه اللحظه اثباتات غير انها سنه 1899 الاتفاقيه ترسيم الحدود الدوليه التي اعطت لمصر كل ما هو شمال خط عرض 22 فهو ملك لمصر، لكن الارض على ارض الواقع لا يوجد لهؤلاء المواطنون الذين يعيشون في حلايب وشلاتين بطاقات هويه. الاغلبيه الكبرى منهم لا يوجد بطاقات هويه ويذهبون ويجوون الى السودان والى حلايب وشلاتين دون حدود، والحدود مفتوحه في هذه المنطقه. شكرا جزيلا لك الصحفي الاستاذ محمد السيد، كنت معنا عبر سكايب.